الفوز بمجريات وانطلاقات أشواطنا لهذا السباق المحلي الخامس من المرحلة الثانية التي تضم الأسماء الكبيرة المنطلقة والمرافقة لنا بهذه المسيرة. مشاهدينا، متابعين الأعزاء، متابعين الشاشات قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث ووقائع هذا السباق وهذه الانطلاقات المنافسة. نتابع شاشات قناة الريان من تنطلق لتراقب لنا وقائع وأحداث هذه الانطلاقة المميزة بإخراج علي بن محمد بوشارب، من يلتقط لنا هذه اللقطات المميزة والصور التحفية الجميلة والتاريخية. ننطلق مع أول المراكز لنرى مكلف على المركز الأول من يفتتح النداء والإذاعة مع المقدمة علي بن مطر بن ضابط الدوسري، يقدم لنا مكلف مع أول المراكز ومع أول المنطلقين، يحمل الرقم واحد ويتواجد على المركز رقم واحد. ثاني المراكز التواجد من قبل سراب محمد بن ناصر بن محمد الجفال النعيم، يتواجد شعاره مع المرتبة الثانية. ثالث المراكز انطلاقة رشيد، تعود ملكية رشيد سعيد بن مفقود بن مسعود مع المركز الثالث. ورابع المراكز وتابع التقدم من مهاجر، وتعود ملكية مهاجر سعود بن ناصر بن كليفيق العتيبي وعملية التضمير محمد بن براك الرشيدي من يدير بالتضمير. المركز الخامس وتابع هنالك التواجد من قبل خامس المراكز من ينطلق بهذه اللحظات، فراع لفهد بن سيف ابو سعيد الخيري مع المركز الخامس ومع هذا التواجد الجميل. اعود مع الصداره، اعود مع المقدمه بعد النداء للخمسه المراكز الاولى ليتابع اول المراكز في انطلاقه مكلف، من ينطلق مع الصداره مكلف بهذه الانطلاقه المميزه وكلف بهذا التواصل الجميل وبحمل هذا الشعار، شعار علي بن مطر بن ضابط الدوسري، من يتواجد مع اول المراكز لينطلق ويبحر مع مقدمه وانطلاقته وايضا زمام هذا الشوط. المركز الثاني تواجد شعار بن مسعود من ينطلق على ثاني المراكز اللي يرافق رشيد، تعود مكيل سعيد بن مفقود بن مسعود المري مع المرتبة الثانية. ثالث المراكز انطلاقة شعار بن كليتيخ وانطلاقة هنالك مهاجر من يود بالمهاجرة بناموس هذا الشوط، تعود الملكية لسعود بن ناصر بن كليتيخ العتيبي. والمركز الرابع، رابعا نتابع تقدم سراب على المركز الرابع لمحمد بن ناصر الجفال النعيمي، وخامس المراكز اول نداء ووصول من قبل المركز الخامس ريحان لسلطان بن نوار بن دخيل الله العتيبي، ينطلق شعاره مع المركز الخامس ومع ختام ندائنا الثاني. اعود الى اول المراكز، اعود الى ممثل آل الخريب مع المركز الاولي ومع انطلاقه مكلف مع الانطلاقه الاولى والاسماء الثلاثه التي تنطلق بمسار واحد وذي انطلاقه اولى مميزه. هذا هو مثلث الناموس الذي يضم الاسماء الكبيره والشعارات المميزه والانطلاقه الاولى بتواجد مكلف مع الصداره والمقدمه. علي بن مطر بن ضابط الدوسري يقدم لنا مكلف، ولكن اتابع من الجانب الايمن حوار بدأ بهذه اللحظات، حوار ثنائي ما بين مكلف وما بين انطلاقة مهاجر. غير مهاجر إلى الصدارة لينطلق وأيضا ينطلق مع الصدارة والمقدمة ويسحب البصر والأنظار باتجاهه مع انطلاقة مهاجر مع المركز الأول. سعود بن ناصر بن كليفيق العتيبي من يمتلك مهاجر، محمد بن براك الرشيدي من يدير بالتضمير ومن يقدم لنا مهاجر. أرى أيضا أسماء كبيرة منطلقة بهذه اللحظات، شعارات مميزة تواجدت وأبحرت معنا بهذا الشوط وبهذه الانطلاقة. الكل يبحث عن الناموس، الكل يبحث عن التتويج، ولكن الناموس واحد مع أول المراكز. الناموس ما زال مرافقا مهاجر مع أول المراكز كما أسلف، تعود ملكية لسعود بن ناصر بن كليفيق العتيبي. ثاني المراكز أيضا قول لي بمريك أهالي الناصرية مع المركز
الأول، ومع أيضا تواجد مهاجر مع الصدارة ثاني المراكز، تواجد مكلف على المركز الثاني، تعود الملكية لعلي بن مطر بن ضابط الدوسري، والمركز الثالث أول ندى ولحظة وصول وقدوم من قبل ثالث المراكز، تواجد سراب محمد بن مظفر العامري، ضيوف الميدان، وشعار العملاق العيناوي ينطلق بهذه اللحظات، وأبناء العين من دولة الإمارات العربية المتحدة ينتظرون السلام مع انطلاقة شعار سراب للمملوك محمد بن ظفر العامري المركز الرابع، وتابع تقدم قناص واتى وانطلق ليقتنص المراكز المتقدمه، عيسى بن سلطان بن مبارك سند الهاجري ينطلق شعار لهذه اللحظات، نتمنى لك التوفيق لاخوانك المشاركين بهذه الانطلاقه مع هذا الشعار المميز الذي ينطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس تواجد شعار الشاعر مع خامس المراكز مع جزيل من تواجد لأول ندى حمد بن علي القريص المري، ينطلق شعاره بهذه اللحظات ويتواصل مع خامس المراكز ممنيا النفس بانتزاع ناموس هذا الشوط بتسلل وانطلاقة جزيل من بدأ يشكل المنافسة وينطلق من مركز إلى مركز. أعود إلى الصدارة وأعود إلى المقدمة وأعود إلى أول المراكز لأرى شعار العتيبي من يسيطر على مجريات هذا الشوط مع انطلاقة مهاجر سعود بن ناصر بن كليفيق العتيبي، يتواجد شعاره بهذه اللحظات وينطلق غائدا للأسماء المتواجدة والمنطلقة ثاني المراكز. ما زال مكلف بدائرة المنافسة يصارع وينازع بانتزاع ناموس هذا الشوط، مكلف لعلي بن مطر بن ضابط الدوسري مع المرتبة الثانية، ثالث المراكز جزيل انطلق مع المرتبة الثالثة، حمد بن علي بن حمد القريص المري أيضا صاحب ترشيحات وإنجازات مميزة وانطلاقة جميلة بهذه اللحظات، ينطلق ويتصل للمرتبة الثانية مع أيضا شعار القريص. المركز الثالث تواجد شعار مكلف وبن ضابط ينطلق مع المركز الثالث، علي بن مطر بن ضابط الدوسري تواجد مع المركز الثاني وينطلق مع ثاني المراكز، ثالث المراكز يتواجد بهذه اللحظات. إذن ثالث المراكز يتسلل بهذه اللحظات وينطلق قناص عيسى بن مطر، أو هناك عيسى بن سلطان بن مبارك السند الهاجري ينطلق شعاره مع المرتبة الثالثة، الكيلو بالأخير أرى شعار بن مظفر غادم بهذه اللحظات، ولكن أعود مع ممثل أبناء الكرعانة مع انطلاقة شعار الشاعر الله القريصي ينطلق مع الصدارة، يقدم لنا أول المراكز ويقدم لنا جزيل العطاء يتواصل مع أول المراكز وينطلق مع الصدارة ومع المقدمة والانطلاقة الأولى مع مسيرة هذا الشوط، يتواصل شعار حمد بن علي بن حمد القريص المري لينطلق بناموس هذا الشوط، ولكن يا الشاعر أرى أسماء قادمة، بن مظفر قادم، محمد بن مظفر العامري مع سراب وأبنائي هنالك مدينة العين ينطلقون مع المرتبة الثانية، ولكن جزيل ما زال مع الصدارة، ما زال مع المقدمة ومع الانطلاق الأول ومع السيطرة التامة على مجريات وانطلاقة هذا الشوط بدون أي تعليمات، ينطلق جزيل والعصام ثبت بالإبطال كما تشاهدون متابعين الكرام، وأيضا عشاق هذا الشعار حمد بن علي بن حمد القريسي يقدم لنا جزيل مع الصدارة ومع تقدمه الجميل مع الصدارة والمقدمة، ولكن هنالك الخطورة بانت، ولكن نهني بالفعل إلى أهل الكرعانة على فوز جزيل بالمركز الأول والثاني لحمد بن علي بن حمد القريسي على هذا الفوز المستحق، ثاني المراكز كان الوصول من قبل سراب لمحمد بن ظفر محمد العامري، المركز الثالث كان التواجد من قبل الشقب أو الشقب لحمد بن محمد بن قيس المري، المركز الرابع كان التواجد من قبل مهاجر لسعود بن ناصر بن كليفي غاتيبي، والمركز الخامس كان الوصول من قبل صغالي فيصل بن سالم الجساس.